تمام. اللي يدخل بعد بعد كده الجوزاء السرطان، وده برج مهم عندكم في القناه عشان استاذ رئيس التحرير حط لي ستي خطه على السرطان. سرطان بصي حساسين، عاطفيين، جدعان جدا جدا، بيحبوا الناس، هو برج كده عارفه انت عاشق للناس، من النوع اللي عنده ايثار كمان، يعني دايما يحب مصلحه الاخرين عن نفسه. مش السرطان دايما 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 عايز يساعد الناس، هو هو شخص مش اناني، يعني مش اناني خالص، لا مش اناني. وبعدين شخص كتوم، يعني تثقي فيه جدا، هادي، ما بيحبش الكلام الكتير، ما بيعبرش عن نفسه، هو دايما تلاقيه ساكت كده وهادي، وما بيحبش الاضواء خالص. برج السرطان من النوع اللي بيستخبى من الاضواء. السرطان اصلا عنده مشكله دايما ان هو مش بيخاف، بس هو بيحب السيفتي كده، بيحب الاستقرار، ما بيحبش التغيير الكتير. عيوبه بس ان هو غامض، ما تفهميهوش، وحساس جدا جدا جدا، يعني بيزعل بسرعه. 2020 هتحمل ايه للسرطان؟ برج السرطان 2020 هو بيدور على الحب، يعني انا اكتر حاجه هتم بيها برج السرطان سنه 2020 هو ان هو يستقر في حياته العاطفيه. والحاجه الحلوه ان لو في حد منفصل في برج السرطان اعتقد ممكن يرجع تاني، يعني في رجوع للناس المنفصله لبرج السرطان. الناس اللي مش مرتبطه او سنجلز عندهم برضو جواز او عندهم ارتباط جديد داخل حياتهم. على نطاق العمل شايفاهم دؤوبين، هما بقى العكس، داخل لهم فلوس الجزء الثاني من السنه، يعني هو عكس مثلا الحمل، لا هو اول 6 شهور هما داخلين سنه 2019 متدمرين برج السرطان، فهو داخل اصلا اوريدي بيستجمع قواه، فهو اول 6 شهور كده هيعديهم حلو، يعني يظبط نفسه كده، شايفه نجاحاته وحتى كماديا الدنيا تبدا تظبط معاه اكتر من ان شاء الله باذن الله من بعد شهر، من بعد شهر مايو، يعني من بعد شهر 5. شايفه كمان عندهم سفر بره، عندهم ارتباطات من ناس بره المكان، ممكن يرتبط بحد من جنسيه تانية او من بلد تانية، يعني